كأس ولي العهد الأمير للإنتاج، الفئة الثانية السعودية، وسنتعرف على البطل وما هي إلا لحظات. وانطلقت الآن الجياد في شوطها السابع على كأس ولي العهد الأمير للإنتاج الفئة الثانية السعودية لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمر ال4 سنوات فأكثر من مختلف الدرجات، وعلى مسافة 2400 متر، قيمة الجائزة 120,000 ريال، وانطلاقة سريعة في هذا الشوط مع أبو جعفر، ومتابعة من نبيلي في المركز الثاني، ومرجح في المركز الثالث، وصيرور في المركز الرابع، سمهار في المركز الخامس، والصدارة لأبو جعفر يقود الجياد الآن في المركز الأول، يتابعه نبيلي في المركز الثاني من الخارج، بالإضافة إلى متابعة مرجح في المركز الثالث، مع التباعد في المسافات فيما بين الجياد أو ما بين الجياد التي في الصدارة كأبو جعفر ونبيلي، وأيضا مرجح الذي يأتي ثالثا، وأيضا لبقية الجياد. ها هي كما تشاهدون الجياد عبر الكاميرا المواجهة لهم في هذا الشوط، وصدارة للجواد أبو جعفر في المركز الأول مع خياله جاير رندون، ومتابعة من الجواد أيضا نبيلي في المركز الثاني. ها هي الجياد بدأت تقترب من بعضها البعض في هذه الأثناء، ومع اقترابها من منطقة 800 متر تقريبا في هذه الأثناء، وصدارة لأبو جعفر، هناك أيضا تقدم لبقية الجياد التي تحاول اللحاق، وأيضا هناك محاولة تغيير المراكز في هذه الأثناء، وأبو جعفر متصدر في المركز الأول. هناك أيضا صيرور يأتي بدخول قوي، ومتابعة أيضا من السد في المركز الثالث، بالإضافة إلى السيف الأجرب الذي يأتي من الخلف الآن مع دخول الجياد للطريق المستقيم، والصدارة لأبو جعفر، وصيرور الذي يتقدم الآن ويأخذ الصدارة في المركز الأول. صيرور يتصدر، السيف الأجرب أيضا قادم في المنافسة، والصدارة لصيرور في المركز الأول، متابعة من السيف الأجرب الذي يتقدم بدخول قوي. صيرور يتمسك بالصدارة في المركز الأول، ألف مبروك لإسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز كأس ولي العهد الأمين للإنتاج في هذا الموسم. إذا صيرور ابن الفحلة موسيتوس، والأم بنت هدية ابنة مليار لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، المدرب بدر بن سعود برزيق، والخيال محمد الدهام للانفراد بالصدارة والابتعاد عن منافسة أيضا زميله السيف الأجرب الذي جاء ثانيا. الذي حقق المركز الأول وكأس ولي العهد الأمير للإنتاج الفئة الثانية السعودية، وقيادة موفقة من الخيال محمد الدهام للجواد صيرور الذي دربه المدرب بدر بن سعود برزيق، ووصول إلى خط النهاية مع فوزه بالمركز الأول وكأس ولي العهد للإنتاج، ألف مبروك مرة أخرى. وسيتم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة بعد فوز الجواد البطل صيرور بالمركز الأول وكأس ولي العهد. للإنتاج السعودي